من الاخبار اللي استوقفتني كمان، يعني كل ما ابص على الخبر ده انا اقعد اضحك. خبر كل اسبوع تلاقيه نازل، حد بيقوله، نازل في جريده معينه، نازل في موقع معين، ملوش اي اساس من الصحه ولا حد اصلا بيفكر فيه. كل شويه يقول لك ايه، وليد سليمان هيعتزل. طب وليد سليمان بيفكر يعتزل بعد ما خدنا بطوله افريقيا. خدنا بطوله افريقيا، وليد سليمان ما اعتزلش، ما كانش بيفكر. وليد سليمان هيعتزل نهايه الموسم. طب ناقص ثلاث ماتشات يعني وليد سليمان يعتزل وده اخر موسم؟ خبر يعني زهقتونا منه، زهقتونا. خبر مكرر 100 مره، مش مره واحده، كل شويه يقول لك ايه، ده النادي الاهلي اجبر وليد سليمان على الاعتزال. ليه يعني النادي الاهلي بيجبر ليه وليد سليمان على الاعتزال؟ اديني سبب. يقول لك هو اصله مش قادر. طيب هو لما كان قادر كان الراجل بينزله ليه؟ كان بيستعين بيه في فترات الشوط الثاني. لو هو مش قادر بيحطه في الفرقه ليه؟ حاجات بتثير الجدل، وانتوا عارفين الشائعات ديت في التوقيت ده مش ممكن تلاقيها الا ضد النادي الاهلي. الا ضد النادي الاهلي. ليه؟ اسال نفسك ليه؟ كلنا طبعا عارفين الكلام ده بيتقال علشان ياثروا على لعيبه النادي الاهلي، ياثروا ويشتتوا جمهور النادي الاهلي. لا، الاهلي غير، وهنفضل نقول الاهلي غير، وانتوا عارفين ان الاهلي غير. اللي بيقولوا الاشاعات دي الاهلي غير. لو الكلام ده موجود في انديه معينه، لا الاهلي غير. الاهلي كله بيتعلم منه، مع احترامي لجميع الانديه. الاهلي نموذج يحتذى به، كل الفرق بتتعلم منه، نظام، التزام، مبادئ، كل حاجه ناجحه في المنظومه في النادي الاهلي. توقيت معين لكل حاجه، وبتتناقش في الوقت اللي الناس المسؤوله بتشوف الكلام دوت امتى وتعمله. مش اي كلام، زي ما بعض الانديه بتعمل، ان انت في وسط الموسم لعيب ما خدش فلوسه، يقوم مقموس، يقوم يقعد، يقوم يجيبوه، طب نتحايل عليك، طب نطبطب عليك، طب يقعد يقول لهم ده انا جاي لي عقود وجاي لي مش عارف مين هيعمل. الكلام ده مش موجود في النادي الاهلي. عارف اللي كان بيقول كده يقولوا له ايه؟ طيب ماشي، احنا مش هنتكلم دلوقتي. في اخر الموسم سعادتك عايز تمشي اتفضل امشي. حضرتها كتير، انا حضرتها كتير في النادي الاهلي. اللي مش عايز النادي الاهلي، النادي الاهلي ما بيعزوش. مش هتقدروا تاثروا على النادي الاهلي. احنا صحيح ما بنتكلمش ومش هنتكلم، لا بنتكلم ولا هنتكلم، لان دي طبيعتنا. احنا بنتكلم في الملعب، بنتكلم بطولات. حتى لا قدر الله لو بطوله الدوري دي لا قدر الله ضاعت، برضو احنا بطولات، مفيش منافسه، مفيش منافسه. انا معلش، انا يعني حاسس ان انا مقصر في حق النادي الاهلي. انا حاسس ان انا مقصر في حق النادي الاهلي لما بقول ان في منافسين او في منافس للنادي الاهلي. لا، انا اسف لجماهير النادي الاهلي. في نادي تاني او انديه تانيه غير النادي الاهلي، انما مفيش منافس للنادي الاهلي. هتقول لي يا عم بلاش الكلام دوت دلوقتي. يا سيدي ماشي، احنا زي ما بنقول كده، احنا مركزين في حاجه واحده بس، في امل لحد اخر ثانيه. انما انا بتكلم وقائع، يعني فريق اللي هو يجي بعديه في الترتيب في عدد بطولات الدوري، من هنا لمده 30 سنه لو خد الدوري في ال 30 سنه ديت ورا بعض يجيبني 30 سنه. فين المنافسه؟ انا مش، بصوا انا مش عايز اشت، مش عايز اشت وايه، اطلع عن تركيزنا في الثلاث اربع ماتشات اللي فاضلين. نادي الاهلي ماشي في سكته، حتى وان ضاعت بطوله عادي عادي. يعني احنا لو بصيتوا على الارقام، مفيش منافسه خالص. بتتكلم على افريقيا البطولة الضعيفة، مفيش منافسة. اللي قريب مني أنا ضعفه. اللي قريب مني أنا ضعفه. تتكلم على دوري،
شفنا المقارنة. تتكلم على كاس برضو يعني السكة طويلة. تتكلم على ايه تاني؟ كاس عالم مفيش حد بيروحها غير النادي الاهلي حتى الان. نتمنى ان فرقة تانية تروح، ولكن لحد دلوقتي هو النادي الاهلي. النادي الاهلي عارف سكته، عارف طريقه. انا ما بقولش الكلام ده علشان تقول لي هو ده وقته، لا انا ما بقولش الكلام ده عشان اقول لك ده وقته او حضرتك تقول لي ده وقته، لا احنا مركزين، ولكن انا بتكلم على وقائع وحقائق. نادي الاهلي عنده نظام، عنده اسس، عنده مبادئ، عنده تقاليد بيطبقها على الكبير وعلى الصغير، وكل كبير وكل صغير في النادي الاهلي عارف دوره ايه. محدش بياخد دور حد، احنا عندنا تخصصات، عشان كده الامر ماشي صح. في حته تانيه الامر مش ماشي صح، لان ولا بلاش. عايز اقول لكم على حاجه، عايزين توصلوا للي وصلوا النادي الاهلي مش هتقدروا غير بعد سنين كتيره. عايزين تتعلموا حاجه من النادي الاهلي ونجاحات النادي الاهلي، حاولوا تقلدوه، يمكن تنجحوا، يمكن يكون في نجاح. لان منظومه الرياضه في مصر اساسها، اساس النجاح النادي الاهلي. ما تحاولش تجرني معاك، ما تحاولش ترجعني لورا، لان مش ده النادي الاهلي. لا تعال انت معايا واشدك انا معايا قدام، انا اخد فيك ثواب. ده انا عايزك تيجي معايا، قرب مني شويه، على الاقل وقتها الرياضه المصريه يمكن تتحسن شويه، ونشوف نجاحات اكتر، ونشوف انديه تخش يمكن مع النادي الاهلي شويه. مش كل حاجه للنادي الاهلي وبس.